يعمل هذا الفريق البلدي منذ ساعات في رفع أكداس الفضلات المنزلية المنتشرة في منطقة باب بحر بلدية صفاقس، عمل دؤوب في مقابل كمية كبيرة من الفضلات المنتشرة في كل أحياء مدينة صفاقس. اللي كان مثلا عندنا الخمسة متاع الصباح كاميون ولا يعمل لي كان ما يعمل فوياج، قال لي نخدم لك حتى دو وتروا فوياج. خدمنا الصباح دو فوياج، من بعد جاني كاميون، عندي كاميون نسميه الاقلام يجيني مع 11، عملت تروا فوياج وكلمت اولادي نخدموا بالليل، عملنا معناتها نصف النهار، عملنا نقولوا ثلاثة كمين، عملت ثلاثة كمين باش نقصوا لماكسيموم زبلة، خاطر احنا منطقة ببحر كنا نعملوا من 40 ل 42 طرناطة يوميا. تصور انت في 13 يوم حكاية 500 طرناطة مش شوية معناتها. واليوم بدينا الصباح بكري القيام بعملية الرفعة هذه اللي هي تكتست على مدى تقريبا 13 يوم بمعناتها كمية تقريبا 300 طرناطة يوميا، حوالي 4000 طرناطة منتشرة في كامل أنحاء منطقة بلدية صفاقس. بدينا اليوم الصباح وزعنا المعدات نتاعنا والأعوان نتاعنا على تقريبا كل الدوائر، قاعدين يخدموا بالتوازي. خلق مع تخدمنا على اساس انه نرجع للميناء كنقطه تجميع الى حين الانتهاء من تحضير المصب الجديد اللي ان شاء الله باش يكون في طريق ملزا شاكر على بعد 62 كيلومتر من مركز المدينه. أزمة النفايات المنزلية التي تعيش على وقعها مدينة صفاقس منذ مدة طرحت بشدة ضرورة رسم استراتيجية بمسارات جديدة في التعامل مع الفضلات وتفادي مثل هذه الأزمات. يعني برشا وإحنا نخدمه في نعمة ماكلة، يعني ما تصيرش برشا روايح، برشا قلقتنا التلفزيون، برشا ريحة بالأخص، ولي ما زيدوش كملوا شعلوها برشا، يلزمها بالحق، لازم بالقدا بالقدا، خاطر هذا كله يتسبب لنا في المرض من بعد. قبل نضافه وطرافة توا احنا الزبله وزيد قبل الزبله شنو نزيدك انا يا اخويا؟ ياسر تعبانين، ازمتي كدهود والقماش والتلوث عليه يا اخويا. الاستراتيجيه الان هو انه نمشيو كما قلنا في الفرز الانتقائي، وهذا هو الاساس اليوم، كان ما يكونش درس بالنسبه للمواطن بالاساس وكذلك للسلطه المحليه ووزاره البيئه، معناها كل من له دخل في موضوع النفايات. اليوم اذا ما نمشيوش في على مستوى التقليص، تقليص من نفاياتنا، تثمين نفاياتنا، الفرز الانتقائي، هذا الكل اذا ما يمشيش، وهذا اليوم مسؤوليه مشتركه ما بين المواطن، ما بين المواطن والبلديه وكذلك وزاره البيئه. في سياق متصل يتواصل رفض اهل لمايه من معتمديه منزل شاكر احداث مصب للنفايات في المنطقه، وقد اكد المجلس البلدي لبلديه منزل شاكر رفضه التام قرار تركيز المصب الوقتي لتجميع النفايات بسبب التداعيات الصحيه والبيئيه والاقتصاديه على المنطقه.